أخي المواطن، أختي المواطنة، وباء كورونا كوفيد 19 قاتل. للوقاية منه عليك الالتزام بتعليمات الوقاية التالية: الالتزام بلبس الكمامات، الحرص على التباعد الاجتماعي، تعقيم اليدين بشكل مستمر، والحصول على اللقاح. للحصول على اللقاح بجرعتيه الأولى والثانية بيسر وسهولة، قم بالتسجيل المسبق في المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة العامة والسكان. كل ما عليكم فعله هو الدخول إلى موقع الوزارة www.moh-ye.org واتباع التعليمات التالية. بعد فتح الموقع توجه لنافذة برنامج التحصين الموسع الظاهر في الصفحة الرئيسية. بعد الضغط عليها سيظهر أمامك رابط الاستمارة الرسمية للتسجيل المسبق للقاح كوفيد 19 للجرعتين الأولى والثانية. اضغط على عبارة الاستمارة الرسمية للبدء بتسجيل بياناتك الشخصية. قم بتحديد المحافظة التي تسكن فيها، ثم تحديد المديرية. سجل اسمك الرباعي كما هو مكتوب في وثائقك الشخصية. قم بتعبئة بيانات هويتك الشخصية. سجل رقم هاتفك الشخصي، ثم قم بتعبئة تاريخ ميلادك. حدد حالتك الحالية، مقيم أو مسافر. قم باختيار اللقاح الذي ترغب بالحصول عليه. إذا كنت ممن حصل على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، عليك اختيار نفس النوع للجرعة الثانية بعد تسجيل حصولك على الجرعة الأولى بحسب الشهادة الورقية أو الإلكترونية. إن لم يسبق لك الحصول على اللقاح نهائياً، فبإمكانك اختيار الحصول على أحد اللقاحين. جرعتين من لقاح أسترازينيكا يفصل بينهما 8 أسابيع، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون. ثم أرسل. حين يأتي موعدك لأخذ جرعتك من اللقاح، ستصلك رسالة نصية على رقم هاتفك الذي قمت بتسجيله تحدد لك الموعد والمكان. تذكر أن التسجيل هو الطريقة الوحيدة للحصول على اللقاح. سلامتكم في التزامكم بتعليمات وزارة الصحة العامة والسكان.